اصلا بس دغري ماكو سي مالي مقنع سي مو في الصوت انا باش مثل شايفين معلق على الباب مطاطيات مطاطية السحرية راح اشاركوا بعض الفيديو ليش سميتها مطاطيات السحرية طبعا اليوم راح نتمرن تمارين الصدر المحبوبة من الجميع لهيك خلونا نفرج عضلات الصدر خلونا نتمرن تمارين المنزلية عضلات الصدر خلونا نباشر على طول لوز جيت السحرية هيك وصلنا الفيديو اتمنى ان اعجبكم اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا اشتركوا بالقناة لايك الفيديو وشاركوا مع اصدقائك حتى يستفيدوا من المطاطيات السحرية انا سميتها على المطاطيات السحرية ليش؟ لانه هن فادونا مرحلة الحجر الصحي مرحلة لما كان الصالات الرياضية مسكرة لذلك المطاطيات هاي سميتها السحرية لانه فادنا كثير بهاي الفترة وخلنا نكمل تمريننا في المنزل عرفتوا ليش؟ وصلنا النهاية مع السلامة